أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج مصر مساء. دي أول حلقة من برنامجي النهاردة مصر مساء. أنا بقدمها طبعا لوحدي من غير أستاذ عمرو محروس، هو ربنا يوفقه طبعا وأنا بدعي له بالتوفيق. النهاردة معايا حاجات كتير جدا عايزة أتكلم فيها، ومعايا ضيوف كتير برضه. معايا ضيفين النهاردة مهمين جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها، بس أنا الأول هتكلم في الحاجات المهمة اللي أنا عايزة أتكلم فيها. نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، النظر إلى الحالة الاقتصادية وتأجيل رفع أسعار شريحة الكهرباء لحين انتهاء تداعيات كورونا. أنا أأمل أن سيادة الرئيس يقبل النداء ده والاستغاثة من الشعب المصري. عندي كمان استغاثة من أهالي عزبة عقيل في الإسكندرية في مساكن النصر، في مشاكل في الصرف الصحي كتير جداً، وأرجو من سيادة محافظ الإسكندرية حل المشكلة، ضروري جدا لأن الناس استغاثت بطريقة غير عادية. وأيضا الأفراح التي تشمل تجمع المواطنين في الأفراح بدون لبس الكمامة، دي حاجة أثرت وبتشمل تداعيات في ظل تداعيات كورونا، ودي خطورة شديدة جدا جدا، خطورة بالغة في ظل أزمة كورونا. فبرضو رجاء من سيادة المحافظ النظر في الموضوع ده. كمان النهاردة بقى أنا معايا ضيفين مهمين. أولا أنا عايزة أرحب بيك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك يا دكتور. معايا دكتور مصطفى صلاح الإعلامي المصري المقيم بالكويت، أهلا بيك يا دكتور. ومعايا أستاذة همس سعد الدين، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. قولي لي همس، أنت تربيتي طبعا في الكويت؟ طفولتي كلها كانت في الكويت. أيوه. طيب أنا هرجع لك تاني بس أشوف الدكتور وإيه وأقعد، لأن الحدوتة بتاعت الدكتور كبيرة جدا. زي حضرتك كده؟ أهلا بيك. قول لي يا دكتور، التارجت بتاع حضرتك والبوزيشن بتاع حضرتك إيه؟ أنا إعلامي مصري مقيم في الكويت من 20 سنة. أيوة دكتور. بداية أنا برحب بيك يا أميرة. أهلا بيك. وسعيد إنك اختصتينا في الحلقة الأولى. نورت يا دكتور. وبتمنى لك التوفيق، وعلى فكرة كنا بنتابعك في الكويت وحضرتك مجتهدة جدا. ميرسي يا دكتور، ربنا يخليك يا فندم. تسلم لي، ربنا يخليك يا فندم. طب أنا كان ليا سؤال بس لحضرتك بليز. دكتور، هو سبب توتر العلاقات بين مصر والكويت مؤخرا كان ايه؟ ايه سببه؟ هو بدايه لفظ توتر العلاقات هو لفظ يعني مبالغ فيه بالنسبه للحاله الموجوده حاليا. تمام. مش توتر، هو تلاسن ما بين بعض الكويتيين وبعض المصريين. احنا لا يمكن نحكم على شعب كامل ولو حتى عدده مليون انه كله خارج عن النطاق المظبوط او انه كله غير خارج او ملتزم. لازم في اي مكان فيه طبعًا. فهناك ولازم نعمل حساب ان هناك بعض المغرضين، يعني في بعض الناس اللي بتحاول الفتنه والوقيعه اكيد طبعا وفي بعض الناس من غير نيه او من غير النوايا السيئه هي عندها قصور فكري. ذلك القصور يدفعها الى ايه؟ الى ان هي اخذ الموضوع زي اهلي وزمالك بقى. فطب هو ما عملوا فيديو مثلا، الكويت عملوا فيديو، طب احنا نرد بفيديو، واحنا ويبدا بقى المعايره، انا عملت لك وانت عملت لي. في النص في ناس بتدخل احنا ما نعرفش هي مين. تمام. دي هدفها هي تصعيد الامر ما بين الشعبين. طب بيكون لصالح مين يعني يا دكتور؟ يعني لصالح مين؟ يعني ممكن انا اصعد الموضوع، انا لصالح مين بقى؟ كله يغني على ليلاه. اكيد. يعني كل واحد داخل ليه هدف، يعني احنا اذا قلنا مثلا هل الكيان الصهيوني نفسه له مصلحه في سوء العلاقه او تشويه العلاقه او حدوث اضطراب في العلاقه أيوة. ما بين مصر واي دوله تاني؟ له مصلحه. يعني احنا نقدر نجزم بان ده حقيقي واقع فعلا؟ ايه هو؟ ان هو بيبقى في حد فعلا دخيل عايز يوتر علاقه ما بيننا وما بين مصر والكويت. قولا واحدا في وفي وقد يكون هناك بعض كمان الاصوات العربيه الدخائل اللي احنا طبعا دخلاء دول بيدخلوا من دول تانيه اخرى لتشتيت العلاقه ما بين الطرفين. ده مع بعض الناس الكويتيين والمصريين اللي هم عندهم قله في الوعي وكتر البلبله والكلام الكتير برضه يا دكتور. هو ده ممكن الكلام يوصل للموضوع اللي حضرتك اميره عملت فيديو، فانا هرد عليها بفيديو تاني. بالظبط. تبدا تبقى معركه. طيب انا ارجع لك يا همس بقى. اهلا وسهلا بك يا همس، طبعا نورتيني وشرف ليا ان انا استضيفك النهارده. قولي لي يا همس، انا سمعت انك عامله مبادره كده ما بين مصر والكويت انت وشويه شباب كده صحابك. تمام. احكي لي بقى عن المبادره. هو اول ما حصلت المشاكل دي احنا صحابي متربيين في الكويت ومولودين هناك. ايوه. فما حبناش اللي بيحصل، ما حبناش التنمر اللي بيحصل من بعض الناس في الكويت اللي هم مش الشعب اصلا يعني. ايوه. فبدل ما الناس اللي كانت بترد بطريقه مش لطيفه هنا وفيديوهات وتنمر، حبينا نعمل مبادره. بالنسبه للفيديوهات، كان في الفيديو الاخير شفتيه حد من الكويت؟ شفته ضايقت جدا، بس هي
مش شخص نتكلم عنه، والناس دي احنا اقل من ان احنا نرد عليها اصلا، فاحنا نرد بان احنا نقرب العلاقات من بعض. بس طلعت ناس كتير، ناس كتير كويتيين ردوا على ده واتكلموا وما سكتوش طبعا فيه. فيعني هي واحده من الشعب الكويتي، لكن الشعب الكويتي شعب محترم، واحنا طول عمرنا علاقتنا بيه قويه جدا طبعا. كتير وقفنا معاه في ازمات كتير، وفي احترام متبادل ما بين الشعبين، شعب الكويت وشعب المصري. وانا والدي عايش هناك بقاله 30 سنه تقريبا بالزبط. ففي احترام متبادل ما بيننا، علشان كده احنا عملنا المبادره دي ان احنا نرد بس بطريقه محترمه بالحاجات الكويسه اللي ما بيننا بين الدولتين، وان احنا نحاول نقرب الدنيا وما نخليش الناس اللي هي عايز تعمل ضغائن دي تكسب. تمام، ميرسي، نورتي يا همزه. طب يا دكتور، انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك برضو، هو وسؤال ده سؤال مهم جدا جدا، يعني لماذا يقوم بعض المواطنين الكويتيين بالسب فينا في الفتره الاخيره؟ يعني هي ابتدت تسبنا ليه في الفتره الاخيره؟ اشمعنى مؤخرا؟ هو من الجانبين، يعني حضرتك ما تبصيش برضو للفيديوهات اللي بيقوم بيها بعض الكويتيين، ان هي بتكون رد. ما هو احنا كجانب مصري برضو في بعض مننا عمل فيديوهات وتعرض فيها كمان للشيخ صباح الاحمد نفسه امير دوله الكويت، ورجل علاقته بالرئيس السيسي، ورجل يعني احنا علاقات على المستوى طبعًا السياسي طبعًا وعلى المستوى الشعبي. تمام. المفروض احنا يعني ما بين الشعوب في حاجه رسميه وحاجه شعبيه. تمام. على الصعيد الرسمي احنا علاقتنا بالكويت ممتاز جدا بالقيادات والحكومات. أكيد. على الصعيد الشعبي العلاقه ممتازه طبعا. وبسمن برضو مبادره الاستاذه همس. ليه؟ لان لما بتيجي من الشعوب او بتيجي من المواطنين غير لما تيجي من مسؤول. يعني هي ومجموعه من الشباب واعي جدا عملت المبادره طبعا يعني عملوها، بيسموها مصر والكويت ايد واحده، يعني برضو حتى الشعار مصري، فهم شعار جميل جدا طبعا، مكملين هم في اللي بيعملوا ايه زي مصالحه، بيعملوا قعده عرب بس راقيه جدا لتصفيه الاجواء ما بين علشان تصفى، بس لان في الفتره الاخيره كان في توتر شديد. الناس اللي بتطلع هناك ناس عقد، يعني الاخت، احنا لا نذكر اسم الاخت اللي قالت الفيديو الاخير. لا، مش عايزين نذكر اسامي طبعا. انا قبل كده ناديت قلت كده بدون ذكر اسامي، يعني كان في مشاكل قبل كده حصلت بسبب ان في نائبه اسمها صفاء الهاشم كانت برضو بتتعرض للمصريين. طب انا قلت للناس انت ما تسمعش صفاء، يعني قلت للمصريين اخواننا المصريين في الكويت، البرلمان فيه 50 نائب، اكيد رئيس المجلس نفسه راجل محب لمصر الاستاذ مرزوق الغانم. تمام. انت ليه بتسمع اللي بيضايقك؟ استثنيها. تمام. وتعلمنا من قديم الازل ان علاج هؤلاء هو تجاهلهم. طب يا دكتور، احنا كنا عايزين نعرف ما هو وضع المصريين المقيمين في الكويت في مؤخرا. مؤخرا في الفتره من حوالي اسبوع تم فتح الطيران، في الاول ممنوع ان يجي، مصر فتحت الطيران، وحاليا في تنسيق ان اللي عاوز يرجع بيحجز وبيرجع. كان في مبالغه في الاول في التذاكر بتاع الطيران، كانت بتوصل ل 400 دينار او يعني حاجه مثلا 30. تم ايه اللي تم فيها دلوقتي؟ لا، حاليا دلوقتي لما اتفتح الطيران فابتدت شركات تسير رحلات هناك. تمام. المخالفين مصر استقبلتهم. تمام. والكويت هناك وفرت لهم يعني الراحه، يعني في تسهيل فعلا، في تسهيل حاليا. دلوقتي التذكره نزلت سعرها، يعني واسعار التذاكر 100 دينار 120 دينار كويتي. تمام. طب يا دكتور، انا كنت برضو عايزه اعرف الفتره اللي حضرتك كنت عايش فيها في الكويت كانت طريقه التعامل بينك وبين الكويتيين كانت ازاي؟ يعني كنتوا بتتعاملوا ازاي؟ هل كان بيعاملوك كمصري ازاي؟ طريقه التعامل بينك وبينهم كانت ازاي؟ وضح لي. بتختلف، يعني هو المعامله بشكل عام. انا بتكلم بشكل عام طبعا. بشكل عام يعني انا بتكلم على الافراد يا دكتور، يعني الافراد اللي موجودين هناك كان طريقه التعامل بينك وبينهم ازاي؟ الافراد، ما هو الافراد كانوا بيعاملوك كمصري ازاي؟ الافراد دي مليون كويتي. اكيد اكيد فصائل. انا بتكلم في منهم تحديدا بقول المواطن الكويتي. تمام. في منهم بيتعامل بمبدا اخوي ويعتز بمصر، ان هي مش عشان احنا مصريين، هي فعلا احنا بنقول مصر ام العرب، ده حقيقي قلب العرب، ده هو مش كلام انشاء احنا بنردده، لا ده طبيعي. فهناك من الاخوه الكويتيين المحترمين يعرفوا قيمه مصر، محبين لمصر، وهناك اشخاص ما فيش مشكله، يعني هم عندهم شيء معين في نفسهم. حضرتك تتذكر يا دكتور وقفه مصر جنب الكويت كتير جدا، وكان في حروب، هو وكان في الوقفه وقفت. بعض يعني بعض الفيديوهات يا استاذه اميره اتقالت ان كانت بشكل معايره، وده ما يعني ما ينفعش. انا مثلا هقف جنب اخويا، لا احنا هقول لحضرتك بس احنا بنرجع، انا بتكلم، انا بقولش حضرتك، انا بتكلم عن الناس اللي بتعمل فيديوهات. بعض الناس احنا اللي حررناكوا ايام ما صدام، احنا مش عارف. بص يا دكتور، ما يجيش مواطن كويتي يسب المصريين على الملأ وعايزنا احنا كمصريين نسكت. احنا اكيد الدم المصري بيغلي في عروقنا برضو، فاكيد لازم نرد، دي شعبيتنا ومصريتنا، احنا لازم طبيعي جدا نرد على اي مواطن وجه لينا، يعني حتى لو ما كانش كويتي، حتى اي مواطن. هذا الكلام احنا لازم نرد.
انا اعرفك يا اميره من زمان واعرف عقليتك. اهلا وسهلا بيك. فاحنا لما نيجي نرد اذا كان في اجماع. احنا مش بنرد بالاساءه. انا هبقى كده بقول لك اهو. تمام. اتفضلي حضرتك. لا انا بس بتكلم ان احنا يا دكتور. اتفضلي اتكلمي ردي حضرتك. انا بقول له ايه يا دكتور؟ احنا مش بنرد بالاساءه. انا بقول لك هذا الكلام اذا كان ينطلي على كافه مواطنين الشعب الكويتي ساعتها يتطلب مننا رد. اكيد. انما اربعه خمسه انا ارد يعني شعب كامل هيرد على صفاء الهاشم؟ مستحيل. خلينا نتكلم معانا عادي والعلاج النفسي متاح للجميع. احنا ليه احنا نعبر ناس معينين او نرد عليهم؟ انت ردك عليه هو تكبير الحجم. طب يا دكتور يعني انا يعني عايزه اسالك برضو السؤال ده منك وبين الدكتور يا همس. دلوقتي انا ازاي بما انك عملتي مبادره تمام، ازاي دلوقتي اقدر اهدي الاجواء ما بين الكويت وما بين مصر؟ ازاي تبقى الاجواء هاديه؟ النقاش ما فيهوش تفاعلات ما بين هنا وما بين هنا، يعني في سياسه بتدار ما بين الرؤساء وما بين اقتصاد. انا بتكلم بقى على الشعوب، يعني الافراد، ازاي ان انا اهدي ما بين ده واهدي ما بين ده؟ ازاي بقى يعني؟ تمام. أنا هو في السؤال ده معانا طبعا. تمام. هو الشخص اللي بيطلع يعمل فيديو من دوره الكويت شخص واحد بس او اثنين واتيفر نكره طبعا، فالطبيعي احنا لما نيجي نرد عليه احنا عملنا المبادره عشان احنا بنرد بطريقه محترمه. اكيد طبعا، لان احنا اكيد مش هنرد بنفس الطريقه. عملتي ده في جروبات وكده وبقيتي تقولي وتردي عليهم؟ بقينا بنرد بس بنرد بطريقه محترمه. كتير ناس كويسه بتسبورت الفكره وشايفه ان احسن ان احنا نتكلم بالطريقه دي. مش لان فعلا في فيديوهات اتعملت معايره ان احنا عملنا لكم وعملنا، وده مش صح. مش معنى ان شخص وحش هناك ان احنا كمان نرد الاساءه بالاساءه. بس على فكره برضو عايزه اوصل لك حاجه يا همس، اغلب المصريين لما ردوا كانوا ردوا برضو يعني ما كانش في اساءه، كان بحسن برضو الردود، يعني بحسن وبحميه المصريين على بلدنا وكده. انا كمصري غيران على بلدي، غيران من اللي بيتقال، فانا رديت صح صح باني مصري صح. لكن ما بس احنا احسن شخص بعينه، فاهمين؟ بس هي طلعت او يعني بعض الاشخاص طلعوا اتكلموا بطريقه مش كويسه. فاحنا لما نيجي نرد بطريقه كويسه عشان احنا كويسين. بالزبط. احنا طول عمرنا جدعان. بالظبط. نرد بطريقه كويسه بالظبط كده باصلنا. بالزبط. احنا مش زيهم. بالظبط. ايوه دكتور. طب انا سمعت راي همس. طب يا دكتور يعني احنا في الفتره في الاونه الاخيره دي يا دكتور عندنا حاجات كتير جدا موترانا وما عندناش وقت ان احنا نقول بلغه المصريين نهري كتير. فدلوقتي انا بتكلم بايه؟ بتكلم ان احنا عايزين نهدي الاجواء ما بين الكويت وما بين مصر ما بين الشعوب. يعني احنا يا جماعه مش مستحملين اطلاقا اطلاقا اي توتر. صحيح. على المستوى الداخلي او المستوى الخارجي احنا محتاجين نهدى، لان احنا عندنا الحاجه اللي اقوى من اننا نتعصب ونتنرفز ونصور ونزعل. في حاجات تانية كتير جدا اهم. احنا عندنا فيروس مخلينا كلنا بنلف حوالين نفسنا، مصري كويتي فرنسي امريكي ايا كانت الجنسيه. صحيح. احنا دلوقتي بنتحد على وباء واحد. تمام. فمش محتاجين كمان يبقى في وباء باللسان. صح ولا لا؟ محتاجين تهدئة. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي علاجه للموقف التجاهل. يعني الاخت اللي هي عملت الفيديو اللي انا مش هنقول اسمها، لا طبعا بدون ذكر اسمها. طيب هي لما عملته عشان ايه؟ هي تهدف للشهره. يعني هل هي تهدف لمصلحه الكويت؟ وهل مصلحه الكويت ان علاقتها تسوء بمصر؟ مستحيل. تمام. يبقى هي بتتشهر. مين اللي اعطاها الفرصه ان هي تتشهر؟ هي فعلا اتشهرت جدا. احنا انا عايزه اقول على الشهره اتشهرت يعني بقت ترند. مش قادره مثلا يعني 20 كويتي عملوا شير للفيديو، ففي 200,000 مصري تقريبا عملوا شير. احنا شهرناها بجد. احنا شهرناها. تجاهل. ايوه شهرناها جدا. اتنين، في حاجه تانية مهمه برضو عشان ما نبقاش احنا بنتجنى على بعض المواطنين الكويتيين. اكيد. المنطق بيتطلب مننا ايه؟ نقول اللي لينا واللي علينا. يا دكتور بجد بجد في كويتيين ناس محترمين جدا جدا. ده السواد الاعظم. نفس النسبه في شعب مصر. يعني احنا شعب مصر مثلا لو عندنا احنا مليون واحد بيشتم، طب وفي 109 تانيين ناس محترمين. بالظبط. صح. فاي شعب ما فيش شعب بيجمع الايمان نفسه لم يجمع عليه كافه الشعوب. بالظبط. عشان خاطر يجمع. طيب الاهم من كده ايه؟ احنا كمصريين لابد ان احنا نراعي المتطلبات الكويتيه. يعني مثلا الحكومه الكويتيه، تفكير الحكومه الكويتيه في تعديل التركيبه السكانيه حق اصيل الحكومه الكويتيه. ايوه. قولا واحدا. تمام. يعني هل يجوز ان مثلا الكويتي اللي بيطالب ان الوظائف يحصل عليها الكويتي الاول قبل الوافدين بشكل عام؟ مش أكيد. مش المصريين. اكيد ده حقهم. اكيد حقهم. ده طبيعي. التطاول
السباب، المحاولة التقليل من مصر. أنا شو التقليل من مصر؟ ما حدش يقدر يقلل من حجم مصر. بس على فكرة محاولة التقليل. دكتور عايز أقول حاجة، إيش معنى إحنا كمصريين يعني لما بيبقى عندنا أي حد ضيف من أي دولة إحنا ممكن بنبديه على نفسنا. صحيح. في وظائف كمان يعني بدليل إن الإخوة السوريين عايشين معنا إيد واحدة، بل وهم بيشتغلوا في وظائف كتير في مصر أكتر من المصريين، ومرحبين بيهم. ده زي ما قال المقريزي، ونقول لهم اهلا وسهلا. ان الشعب المصري احنا بنعمل كده ليه؟ يصهر ولا يصهر، يعني بمعنى ان شعب مصر اي حد بيجي هنا بيتمصر. شمعة تحترق من اجل الاخرين. لا ما تحترقش ان شاء الله منوره، وتفضل مصر دايما على طول مش هتحترق. فمصر بتصهر ايه؟ يعني السوريين دخلوا هنا هم اللي تحولوا مصريين، ابتدوا ياخدوا الطباع المصريه، ابتدوا ياخدوا اللهجه المصريه. تمام. تعايشوا معانا بقينا واحد. ودي روح في مصر ما بتلاقيهاش في دوله تانية. ده مش كلام احنا بنقوله بقى يعني كده، لا ده حقيقي، لان انا رحت اكتر من دوله وحضرتك عارف. تمام. اللي احنا بنشوفه بره لا، في حاجه اسمها مواطن وفي حاجه اسمها مقيم. تمام. في مصر احنا عندنا في مواطن وفي مقيم، بس احنا عندنا المقيم بيبدا عن المواطن، لان احنا شعوب انجاز التعبير تربت على الاصل. تربت على بس دايما بيقولوا الحسنه يا دكتور الأخرى. الحسنه يعني ايه؟ الحسنه بتخص والسيئه بتعم. فللاسف لما فرد واحد طلع وقال مصر وحشه بقت خلاص الدنيا كلها اتقلبت. عشان دي ايه؟ ما حصلش. عدد الكويتيين اللي ردوا على بالنسبه لنا احنا بقى ابتدت خلاص السيئه دي تعم، وابتدت الناس كلها تتكلم عن الست اللي سبت المصريين والست. ده برضو خطا في نشرنا احنا السيئه. ده خطا من المستقبل. تمام. يعني حضرتك دلوقتي مثلا وجهتي لي نقد. تمام. حضرتك اميره اكيد المصريين مالهم؟ هو ده اللي احنا بقى نتعامل. هو يا دكتور للاسف ما هو يا اسف بس للاسف يا دكتور، ما هي لو كانت طلعت شكرت في المصريين هل الفيديو ده كان هينتشر؟ ما هو ده عيبنا برضو احنا نشرنا. نشرنا ليه الحاجه الوحشه الجانب السيء؟ ده اللي بنقوله ناديت بيه، وانا قلته في كذا وسيله اعلاميه. تمام. يا جماعه ما حدش اللي بينرفزك واحد مالكش دق، قلت لهم يعني عينك واحد اسمه بغيلي انت بتتابعه. طب احنا نسينا همس بقى يا دكتور. ها نسينا همس. دول ابطال الظل. يعني همس ابطال الظل. ايوه عايز ارجع. نسينا همس دكتور خدني ونسيك يعني. طب بصي يا همس بقى دلوقتي، انت بالنسبه لك بتطمحي بايه في المبادره؟ نفسك تعملي او توصلي لغايه فين من المبادره بتاعتك؟ نفسي اول حاجه تحصل موضوع التجاهل ده، اي حد يسيء لمصر في اي حاجه نتجاهله، مش حد مهم. تمام. ونفسي تكون الطريقه دايما متحضره. تمام. احنا احسن، احنا دايما عندنا الحضاره والاصل. تمام. فاحنا نرد بطريقه صح. وفي الاخر انا نفسي تبقى البلدين زي ما كانوا في الاول ومفيش حاجه. طبعا في ظل رئاسه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. طبعاً. طبعا انا عايزه اقول شخصيه جميله جداً بتتعامل جداً. بتتعامل بحب، مدد ايده للدنيا كلها، الدنيا جداً. كلها يعني بتحبه. فاحنا في ظل الظروف دي وهو يعني كان الله في عونه بجد. والكويتيين ما زالوا يذكروا كلمه الرئيس مسافه السكه، وان امن الخليج من امن مصر. طبعا اذا كان الرئيس بيقول هذا الكلام. طبعا. وهناك لا نغفل دور سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت. طيب مين اللي بيعمل مشكله؟ يعني الشعبين في علاقات ما بينهم، علاقات طيبه، الرئيسين القيادات علاقات طيبه، علاقات طيبه بشكل مفرق. يعني احنا بنقترض منهم وهم يعني في تواصل يعني ما بيننا واقتصاد قوي بيدفع للغليان. الاطراف دي طالما احنا مش عارفينها دخلاء دول يا دكتور. إذن إن دخلاء بالظبط كده. دخلاء عايزين نبوظهم. ما عرفناهمش يعني. طالما انا انسان لو هقول كلام يرضي ضميري تمام طبيعي. وجه رساله يا دكتور. وجه يعني رساله بجد من خلال البرنامج. انا الامور في تهدئه، يعني الامور في تهدئه، لان يعني زي ما في سفهاء انجاز التعبير في عقلاء. طبعا. في مبادره زي اللي عاملها الاستاذه همس ان هي بتقرب الناس لبعضها. والله انا بشكرك يا استاذه همس بجد حقيقي على المبادره دي. حقيقي انا بتمنى ان يبقى في شباب زيك بجد بيطلعوا يعملوا مبادرات كده، يعني كل حاجه تتحل. والله يا ريت. انا عايزه ادور عليهم بقى. بتطلع تضرب نفسها واللي بيطلع يشتم واحد اسمه بغيلي. انا قلت الناس ما تتابعوش، يعني انت بيحرق دمك. خلاص ما هو باين بالاسم. بلاش اتابع حد يعني بيحرق دمي. انا مش محتاجه حرق دم. احنا اللي بنشارك اللي احنا فيه ده. بالعكس احنا محتاجين نقوي المناعه، نرفع الروح المعنويه عندنا علشان نبقى احسن. احنا أزمة محتاجين إن احنا نعدي الأزمة دي. تمام. طيب احنا دلوقتي في نهاية البرنامج عايزين نوجه رسالة للشعب المصري مهمة جدا يا دكتور. تقول له ايه؟ للشعبين
دكتور. مهم الاول للشعب المصري. ما انا بقول لك للشعبين، شعبك الاول يا دكتور وجه له رساله وبعدين وجه للشعب الشقيق رساله. العربيه هي تمام. شعوبنا تمام، من الشعب عادي الكويت بلدنا، هم بيعتبروا مصر كده طبعا، اكيد احنا بنقول ده. اول شيء زي ما قلناه وزي ما قلت الاستاذه همس، تجاهل السفهاء. تمام. تجاهله يعني طبعًا. انت تجاهل السفهاء. اثنين، دور على اللي يربطك بالكويت واللي يربط الكويت بالمصريين. الكلام ده قلنا. احنا معانا اربع دقائق يا دكتور، هناخد هناخد طبعا. طب يا همس، تحبي توجهي رساله للمصريين والكويتيين وكل الشعوب العربيه تقولي لها ايه؟ ان احنا كلنا ايد واحده، ومش معنى ان حد طلع قال حاجه هو عايز يتشهر او عايز يظهر ان دي بتمس الدوله نفسها. لا، زي ما احنا قلنا، احنا علاقتنا طيبه، علاقتنا كويسه، ما نخليش حد مغرض يعني نساعده وننجحه ان هو يوقع ما بيننا. بالظبط بالظبط. اشكرك اشكرك يا همس جدا على المبادره دي. طب يا جماعه، انا بس عايزه اوجه رساله صغيره كده لدكتور هلا زايد. من فضلك يا دكتوره، احنا عندنا شباب كتير وبنات محتاجين ان هم يتبرعوا، عايزين يتبرعوا بوقتهم بامكانياتهم علشان يبقوا جوه قطاع هيئه التمريض. الناس دي كلمتني وقالت لي انا على اتم الاستعداد في ان انا اساعد في خدمات للدوله بدون مقابل، حتى لو كان مقابل رمزي. انا عندي فريق كبير جدا من التمريض محتاج ان يدخل في نطاق المساعده للدوله ويبقى متكاتف معانا في ظل ازمه وتداعيات كورونا. فلو تكرمت يا دكتوره هاله، الناس دي نفسها تشتغل وتطوعيا، مش عايزه اجور، وحتى لو كانت باجور رمزيه فهي برضو على اتم الاستعداد. انا بناشد حضرتك من خلال برنامج مصر مساء ان احنا نساعد الناس دي عشان تساهم في ظل ازمه كورونا. وطبعا انا بشكركم في نهايه البرنامج. كنت معكم اميره مرسي، كان معايا دكتور مصطفى صلاح، كان معايا استاذه همس سعد الدين، وانا سعيده بكم. الى اللقاء معكم في حلقه قادمه ان شاء الله.